مسافرون ومغتربون وإعلاميون على متن أول رحلة إلى مطار حلب. إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد توقف لثمان سنوات إنجاز كبير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويشكل عاملاً مهماً في استعادة المدينة مجدها الاقتصادي كأكبر مركز صناعي وتجاري في سوريا. يعني أولاً أن يتم تشغيل أول رحلة من دمشق إلى حلب بعد توقف مطار حلب عن الخدمة منذ عام 2012، ده هو إنجاز كبير على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. إذا كنت أتحدث عن شعوري كمواطنة سورية فأنا سعيدة جداً، وخصوصاً أنه منذ عام 2016 منذ تحرير مدينة حلب لم أزر حلب. صار لي 9 سنين في بلجيكا. حلب هي الروح بعد الانتصار الكبير اللي صار في حلب. أي حلبي مجبر لينجذب لبلده ولمدينته، وبعد افتتاح المطار يعني شعور لا يوصف، وهذا كله بهمة الجيش العربي السوري. والله هي فرحة لا توصف، وخصوصا أنا في المغترب اللي 33 سنة واللي 10 سنوات ما جيت على أرض الوطن. فرحة كتير حلوة، وإن شاء الله بعم التحرير والسلام لأراضي سوريا كلها، ومنحيي الجيش السوري ونترحم على الشهداء. أول شيء منبارك لسوريا بالعموم ولحلب بشكل خاص وصول أول رحلة لمطار حلب بالسلامة، ففرحتنا اليوم صراحة ما بنعطيها لحدا. شعور فرح وسرور بتحرير مطار حلب الدولي، وإن شاء الله عبال كل الأراضي السورية ما تتحرر ونرجع يعم الفرح والسعادة ببلادنا الحبيبة إن شاء الله. المطار توقف عن العمل من نهاية عام 2012 بسبب استهدافه من قبل عصابات إرهابية مسلحة. تعرض لأضرار كثيرة في المنشآت والتجهيزات، تم إعادة تأهيله بشكل كامل من قبل الكوادر الوطنية. المطار أعيد تجهيزه، تجهيزات من ناحية المحافظ جاهزة، وتجهيزات صالة الركاب بكل مكوناتها وجاهزة للعمل ولاستقبال شركات الطيران. سنبدأ برحلات محلية ودولية، برمجت رحلة إلى القاهرة، ولاحقا كل شركات الطيران ترغب بالعمل. نحن نرحب بعودة العمل عبر مطار حلب الدولي، وعودة العمل في مطار يعني عودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني بشكل كبير.